شوفوا كيف يعمل لما يرجعوا على قفصه. شوفوا كيف بده يجي توتي. لا ما بده يضل بالقفص ولا توتي. ما في نوم الساعة 1 بالليل، ما في نوم. بدك تيجي؟ بدك تيجي؟ يلا تعال تعال. شو بدك تضلك عندي؟ وسخت التخت يا اخي. شو بدك؟ خلص ما في طلعة، ما في طلعة. بدك تنام، ما في طلعة. نوم خلص. يلا اقف على المجتمع. ما في خلص. هين حان موعد النوم، حان موعد ايش؟ النوم. خلص فاهم؟ ما في تيجي يا اخي. والله جنني، لازمني مثل ظل يا اخي. مليت منك انا. خلاص نام. اول مره اشوف طير يسهر لوحده بالثنتين. لا تعرف النوم ولا تخلي حد ينام. نعم غني، إذا تغني بطلعك. يلا يلا غني. طبعا بمزاجه. خلاص ادعوا له ينام، إن شاء الله ينام. وكيف؟ والله شكلي بدي أفتح له. ها يلا تفتح له. إيش بدك تعمل؟ يلا تعال، بدك تيجي تعال. يلا يلا تعال. يلا تعال يا اخي، ملينا منك. تعال هاي، لازم يظلوا قاعد معي يا اخي. ارجع مكانك، نام. ما في نوم. شوفوا يعني هذا يرضيكم؟